الآن الجلسة والورقة الأخيرة يقدمها نظرة عامة على تطبيقات العبادة، عبادة الحج في عهد المماليك، في عهد المماليك، من جامعة يلدرم بيزت بأنقرة، كلية العلوم الإسلامية، الدكتور المدرس عدنان كارا. تفضل الأستاذ الكريم. سعادة الرئيس، الأساتذة القيمين والمشاركين القيمين والمتابعين، جميع المتابعين، أسلمكم كل احترام وأحييكم كل احترام. جميع الإداريين الموجودين في رئاسة الشؤون الدولية، في البداية أشكركم جميعا على هذه التنظيم الجيد في فترة المملوكيين بعد الحج والتطبيقات. أنا أحاول أن أوضح بعض النقاط المهمة في هذا العرض، في هذه الورقة، من ناحية سياسية واقتصادية والثقافية بالنسبة للمسلمين، مكاسب المسلمين في هذه الرتبة، بالنسبة كبار الدولة أيضا أو الحكام لما كان مختلف في هذا المنوال. أيضا المملوكيين لهم تنظيم مختلف ومسؤولية أيضا ومسؤولية الحكم أيضا، فطرق الحج تحت حماية الدولة، تم تحقيق الحج بالنسبة لأمنيتهم أيضا مهمة جدا. بهذا السبب المملوكيين عند تحضير عبادة الحج فبشكل تم اهتموا يكون لائق بنفسه على 6 عناوين. أريد أن أدخل بالموضوع تحضير الطرق. في الأول قائمة المملوكيين تنظيم الحج في هذه في البداية، تغيير المهمور أيضا. هذه العادة بعد الخلافة العباسية ومعروف في أيام العباسية ظهر هذا العادة أيضا في مثل الفاطميين والوهابيين حسب حاكمية النفوذ السياسي. فالمملوكيين أيضا أول مرة في بالحرمين فاهتم مع مهمور أيضا، كل سنة تم تغييره، انقطاع القعبة أيضا من هذه الأيام، هذا كإشارة كعلامة سياسية بدأت تستخدمها. فالاثنين غطاء الكعبة والمهمور بعثوا مرة هذه المسألة تمثيلا للدولة، من مراسم الدولة على سبب تم بعثهم بمراسم من الدولة، هذا على شكل أعياد تم تعيدهم من كل الأعمار، من الصغار والنساء والرجال تم مشاركتهم في هذه المراسيم. عند تنشيط هذه المهمر خاصة في شوال وأسر سنتين مرتين في كل سنة، والغطاء الكعبة كل من المراسمين مرة. أول مراسم تم تأمين الطريق، ففي شهر رجب لما الذهاب بدأ ذهاب الحجاج في الطريق. في المراسم الثانية بعد قافلة، بعد بداية طرق قافلة الحجاج على الطريق أيضا، هذه المظاهرات موجودة في الطريق في ميدان رنة أيضا، لكي يكون لفت الانتباه أكثر تم ترجيح أماكن مختلفة، مثلا 1416 في شهر رجب هذه المراسم في دهب. هذه المراسم ومظاهرات فتم بعثهم إلى حرق بعض الأشياء، وتم الاحتفال بشكل حتى الليل نهاية الليل. فالشعب الذين يشاهدون يقومون بهذه الاحتفالات الشارع لكي يرؤون، ازداد المشاهدون والمهتمين في هذه الاحتفالات، حتى لو معتوا النساء إلى خروجهم إلى الخارج فالنساء أيضا تم متابعة هذه الحفلات. فبعد طلوعهم إلى مكة واستقبالهم في مكة حسب قواعد معينة طبعا، خاصة هذه المراسم لإظهار قوة الحكومة المملوكية أو السلطنة المملوكية. نعم.
بهذا السبب حجر مهمور لما اقترب من المكة من أمير مكة فتم استقباله من قبل أمير مكة، فهذا يعبر عن الاحترام أيضا، ثم من كبار الدولة والحكام أيضا وتقبلها من العالم. هذه العادة كاحترام الدولة وهذا الاحترام إلى السلطة وأمن مدير الأمن المنطقة، وهذه تطبيق من المنطقة تم تقبلها خاصة بمسارسم الدولة التي تم تطبيقها فيها. ابن بطوطة مثل ما رحال ابن بطوطة أيضا في أثاره في أعماله في التاريخيين في هذه الفترة بشكل كانوا ينتظرون هذه الاحتفالات بكل شوق. فالاقتدار أو في فترة المملوكيين في قدر ما هذا يعبر عن قدر اهتمامهم في هذا الموضوع، ثم توفير أمنية الحجاج ومرشحين الحج الذين على أساس قواعد ومناهج الحج لكي يذهبوا إلى الحج ورجوعها مرة أخرى يتم توفير الأمن لهم. بالنسبة للإداريين والسياسي له دور كبير، لكن من الناحية العسكرية أيضا فبشكل هذا مقام تمثيل أيضا أمارة الحج يكون قيادة لتشكيل القيادة وأخذ القرار والتطبيق. بعض الصفات أو الميزات موجودة، يمكن ذكي قوي وبشكل شخصية مميزة بشكل أخلاقي بكتسب أخلاقي جيد. فترة المملوكين بالإدارية والسياسية كوظيفة إدارية وسياسية حج شبه في خصوص آخر أيضا الأمن الأمير الحج لذلك له رتبة ضابط مختلف ذو قوة أمنية. فالذي موضح من قبل احتفالات هذا المنطقة تم إعلانه من قبل، فالأمير والسلطة كبار السلطة أيضا يقوم بتلاوة القرآن، لكن عندما يشرب الشخص من يقدم الماء من كاسة الأمير هو الذي يقوم بعد ذلك بأمير الحج. بعد أن يبدأ بوظيفة أمير الحج يقوم بأخذ التدابير اللازمة لأمنية الحجاج باعتبار من تروى من منازلهم، ثم العودة رجوعها مرة أخرى وتطبيق إداء وظيفة الحج ومناسك الحج بشكل كامل. كل سنة هم يأخذون جميع التدابير في جميع هذه الأعمال والنشاطات ويعطوهم المسؤولية معينة وأخذ له مسؤولية أخذ القرار اللازم لذلك. فوظيفته في مكة قبل هذه الأعمال عند رجم الشيطان في الميناء حتى غروب الشمس أيضا، فأمير الحجر في الأيام المعدودة في مناسك الحج في أماكن مناسك إدارة هذه الأماكن بكونه أكبر مسؤول في هذه المنطقة. أمير الحج غير ذلك المعدودين في وظيفة أخرى تنظيم داخل أمنية الحجاز في الداخل والتوازن بتنافس في الأمن وإنهاء المخالفات. هو دائما بيحسس قوة السلطان في هذه المنطقة. الطرق ومسار الحجاج والأماكن الإبادة وتنظيمهم جغرافيا الإسلامية جميع المرشحين الحجاج إلى سفر حج العراق سفر مصر سوريا ويتابعون هذه المملوكيين بأسباب أمنية طبعا لا يتابعون بعض المسارات، لكن أصلا طريق الحج بشكل موطى من سويش من مرفأ السويش إلى آخره من عقبة مكة بهذه الاستقامة هذا المسار يوصلون إلى الأراضي المقدسة. طبعا من تقريبا 200 سنة لم يستخدموا هذا. في هذه الفترة التجار الذين فضلوا نهر النيل أو البحر الأحمر أو عن طريق البحر من جدة ثم إلى مكة استقامة مكة استخدم هذا الطريق مسار أيضا مثلما أوضح الأستاذ من قبل الدكتور. منطقة سوريا الذين صعب الوصول إلى الحج لكن عن طريق مصر في طريق مختلف من مصر، ففي هذه فترة 200 عام تم استخدام هذا المسار.
لكن سلطان باي بارس في 1960 هذا الطريق تم إبطالهم. عقب مكة تم مسار تبع مسار عقب مكة. أريد أن أوضح خصوص آخر في ضواحي سوريا وضواحي سوريا أيضا. دمشق مركز اجتماعهم من دمشق. هذا الحجاج الذين يجتمعون هنا أيضا عن طريق سوريا يستخدمون الطريق. المملوكيين مسار حجاج تم تعيينهم وأعطوا أهمية كبيرة في ذلك حسب أوضاعهم من أماكن حركتهم وأخذوا التدابير الأمنية اللازمة. رابعا عن طريق الحاكمة في الدول الإسلامية المسلمين الموجودين في حكامة هم مسؤولين عن أمنية الأشخاص وسلامتهم. في هذا القصد فمن يعطي وظيفة أمير الحج بعد أن يبدأ بوظيفتها أول خطوة هذه تأمين أمنية الأشخاص الذين يعيشون في الدول الإسلامية. فبالقاهرة أيضا لأخذ التدابير السياسية أيضا بعد هذا التاريخ الكعبة مركز النبي وبقية الأماكن المقدسة أيضا في الحجاز المساكن في الحجاز تلبية احتياجات الساكنين في الحجاز والحجاج وأمنية الحجاج هذا على مسؤولية المملوكين أيضا وإدارة المنطقة والحل المشاكل حاصل على المملوكين. في هذه الحملة مشروعية السياسة المملوكية أخذوا بعهدهم جميع هذه الموضوعات وهذا يبين لنا مدى أعطاهم هذه الأهمية. السلطان الذين يريدوا أن يذهب إلى الحج يقوم بتأمين التدابير اللازمة لمخاطر الطريق الأمنية. السلطان الذي يريد أن يوفي الحج فيوزع النقود إلى العساكر أو الأمير يغيرون أماكن سلطاتهم أو مسؤولياتهم لتقوية خزانة الدولة صندوق الدولة. بالنسبة للتجار الذين يبيعون ويشترون فالحجاز الذين لديهم بضاعة إلى موظفين الضرائب فيأخذون تدابير مختلفة لحماية أمنية أو تأمين أمنية السلطان الذين يذهب الحج. في السلطان المملوكي مقرن بالباص فغير بعض التدابير تغيير غطاء الكعبة والصيانة في هذا الموضوع. بالنسبة للحج الحجاج الذين يزورون بزيارة الحجاج لتلبية احتياجاتهم أيضا واهتمام بعناية وصيانة هذا الغطاء فبيعطوا هذه قيمة هذا وظيفة شريفة قيمة بالنسبة لهم. تحضير غطاء الكعبة هذه وظيفة شريفة كبار حكام المسلمين لهم مسؤولية تغيير هذا ذلك لهم امتياز لتغيير والاهتمام بهذا الموضوع. دول الذين يحكموا إلى الأماكن المقتصفة فهذه منظر أو انعكاس لإنكاس سياسة لهذه الحكام في هذه المنطقة. 1399 إلى هذا العام فالمملوكيين العباسيين في هذه الفترة فتابعوا التغيير ثم في ألوان مختلفة المملوكيين في الاقتدار قطاع الكعبة. أول تحضير في 1200 السلطان بايبرس في 200 ثم السلطان بايبرس أخذ هو بنفسه وبنفسه قام بالتغيير وأخذ بنفسه وتغيير تم تغيير غطاء شخصيا وساعد في ذلك. القافلة الذين يذهبون معهم يحملون الغائط الأعلام برعاية الأعلام السلطنة ومراسيم كبيرة جدا وأركان معينة إلى يدخلون إلى قسم الطواف. فهم يخططون لك أي قطعة إلى أي قطعة سيتم تغليفها وتغطيتها في أول يوم من العيد. السلطان أو أمير الحج عن طريق مساعدهم في الكعبة يقوم بهذا الغطاء يتم تغيير الغطاء القديم الجديد بالقديم في قسم الخيمة ثم تم تغييرها
وتم قص القطاع القديم وتغطية القطاع الجديد، وتم قسم منهم يقومون بإعطاء هدية لقسم كبار الدولة أو رؤساء دول أخرى. في قسمة غرفة أيضا بالمنبر، غرفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كل 5 سنين يتم أخذ قرار تغيير بالمدينة مكة المكرمة. أول مرة في هذه الفترة ناصر محمد قلاوان تم تغيير، في فترة المملوكين الحرميين التعديلات أو سنة تتم في هذه المنطقة، تم تعديل تغيير باب الكعبة. الفترة طولت كثيرا أستاذ عدنان، إذا ممكن نسرع في ذلك دقيقة دقيقتين نحاول أن نكمل هذا الموضوع. 1331 لطلبهم إلى الحج بشكل شخصيا اعتنى أمير الحج، وتم فتح بئر جديدة، بئر ماء جديدة، أيضا في إنشاء قلعة وتغيير توسيع الطرق الضيقة. في هذه الفترة تم صنع في آخر جملتين راح أتمم ببحث عن بعض حكاية السلاطين. المسلمين تحت هذه السلاطين لكي يؤدي واجب الحج بشكل آمن يقومون بأخذ التدابير اللازم لذلك، خاصة من سوريا والعراق ومصر خارج السلاطين، الذين يأتون المسلمين لتلبية الحج من أمانتك بعيدة. السلطان الذي لا يستطيع أن يذهب إلى الحج فيعين وكيل له ويبعثه بدأ. في فترة المملوكية 4 سلاطين أنهوا إلى الحج وأخذوا القرار، لكن 3 سلاطين وصلوا إلى الحج، توفقوا في إلى الحج. من سلاطين المملكة أشرف شعباني هو ينوى إلى الحج وطلع إلى الطريق، لكن رغم كل التدابير اللازمة لأمنية الطريق فلم يستطع هذه التدابير، لم يحقق هذه النية، فرجع مرة أخرى بعد رجوعها فتوفى مع الأسف. هذا بشكل عام المملكة تحضير غطاء الكعبة وإبعاثهم وتغييرهم، استقبال وتوديع المراسيم، هذه التطبيقة ذكرناها، هذه كانت مراسيم متعودة من الدولة. فمقام الحج الإدارة تم تكوين الإدارة، هذه المراسيم من عادات الدولة تم تقوم بها في كل سنة، وتم استخدام طريق سوريا مرة أخرى. أنا كاقتراح أيضا كنتيجة كاقتراح أحاول أن أعبر أن خاصة في طرق الحج علاقات الإنسانية والصدقات اسم الطرق، هذه الدعاء والشعر، جميع هذه النشاطات على هذه الطرق إلى الحج والأعمال الجديدة ممكن أن نقوم فيها. أريد أن أتمم حديث في هذا النقطة. أشكركم لحسن إصغائكم لكم شجمة. نحن أيضا أشكر إلى فيلدرن بيازيت أستاذ دكتور عدنان قرا